أما بعد، ف في هذه الأيام العالم يعاني من الخوف، وكثير من الناس الفزع من الوباء الذي انتشر، كورونا. ولا شك أن العالم بين الفينة والفينة كان يعاني مثل هذا، وقبل ذلك كانت قرى معينة، لأنه لم يكن هناك وسائل الوصول السريعة، المواصلات السريعة، الطيران وغير ذلك، فكان الانتشار لا يكون بهذا الشكل الكبير. لكن مع وجود وسائل الوصول السريعة، المواصلات السريعة، الطيران والقطارات السريعة، وانفتاح الحدود بين بعض القارات، واشتراك كثير من الدول في الحدود مثل دول أوروبا وغير ذلك، صار انتشار مثل هذا الأمر كبيرا جدا. لا شك أننا لا نستطيع أن نفرض على تلك الدول التعاليم، تعاليم الإسلام، التعاليم الشرعية، والتي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم به، أي الطاعون، في أرض قوم فلا تدخلوها، وإن كنتم فيها فلا تخرجوا منها أو فرارا منها أو كما منه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وعمر رضي الله عنه بعد المشاورة الاجتهاد قال: نفر من قدر الله إلى قدر الله. وجاء هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم على سمع الصحابة وعمر رضي الله عنهم أجمعين، وقد وافق اجتهاد عمر، أو وافق اجتهاد عمر ومن كان معه هذا الحديث. ولو تصورنا أن العالم أخذ بمثل هذه الأمور ورعاها، لكان لا يخرج أحد من موطن الوباء أبدا، بقطع النظر عن صفته أو وظيفته أو جنسيته. لكن مع أن العالم صار عالما صغيرا من حيث التواصل، من حيث استفادة المعلومات بعضهم من بعض والخبرات وغير ذلك، وكذلك هنالك منظمة صحة عالمية مفروض أنها يعني تزود العالم بالأخبار الصحيحة والحكم على الأوبئة والأمراض بحكم صحيح، وتحديد وتشخيص هذه الأمراض. ثم بعد ذلك هم ليسوا آلهة وليسوا معصومين وليسوا قادرين على أن يفعلوا يعني ما يعجز عنه بقية البشر، فهم سينتظرون ثم يبحثون ويختبرون إلى أن يصلوا إلى حقيقة هذا المرض، حقيقة هذا الآن الجرثومة الموجودة هذه، وكيفية معالجة هذه الجرثومة، وإلا كيفية معالجة أعراض هذه الجرثومة، وكيف الوقاية منها في المستقبل. إذن المشكلة في انتشار هذا الأمر هو أنه لا يلتزم العالم بالقواعد الصحية السليمة التي جاء بها الإسلام قبل أكثر من 14 قرنا في قضية عزل القرية التي وقع فيها، وهذا يقتضي عدم الدخول أو الخروج. ثانيا في قضية عزل المريض بشكل صحيح، لأنه ينبغي على الناس أن يبتعدوا عنه، وينبغي عليه أن لا يخالط هو، يعني لا هو يضر بالناس ويقترب منهم ويؤدي إلى يعني إهلاك المسلمين وإضعافهم. والناس كذلك، الناس ينبغي عليهم أن يبتعدوا، كما قال عليه الصلاة والسلام: فر من المجذوم فرارك من الأسد. وفي الثاني النبي عليه الصلاة والسلام قال للذي من ثقيف أسلم، رجل من ثقيف، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن قد بايعناك فارجع. وهذا كان مجذوما، والجذام مرض معد. إذن النبي صلى الله عليه وسلم طالبه أن لا يأتي إليه، وذاك الرجل لم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن مجيئه سيؤدي إلى إمراض النبي صلى الله عليه وسلم.
في هذه الحال إذن المطلوب أن يتكاتف العالم، لأن المرض عالمي وليس مرضا في بلاد كفر أو بلاد إسلام أو بلاد تتميز بصفة أو تتميز بعرقية أو تتميز بجنسية أو تتميز بقارة معينة. هذا المرض كل القارات في العالم انتشر فيها، ولكن اختلفت نسب الانتشار. إذن فعلى العالم كله أن يتكاتف، وكل يتكلم بلغته ويتكلم بأسلوبه وفنه. الأطباء عليهم أن يوضحوا القضية، العلماء في شتى العلوم عليهم أن يوضحوا القضية، والإعلام لا شك أنه لأنه الأوسع في الانتشار والأسرع في الوصول عليه أن يؤدي واجبه في ذلك بنقل ما ينبغي نقله من كلام العلماء والباحثين والمختصين في الشؤون المختلفة طبيا ودينيا، وكذلك أن يكون لهم دور في التأثير في الناس، أن يلتزموا هذه القضية وهم عندهم قدرات إعلامية وإبداعية في هذا الجانب، وكذلك أن يكون منهم دور في الحد من الشائعات التي تؤدي إلى الذعر والرعب الشديد في نفوس الناس والهلع والفزع وغير ذلك. لأن المرض أيضا يتأثر بالناحية النفسية، يعني ليس المرض فقط هو ناحية يعني فقط قضية صحية حسية، وإنما أيضا ناحية المعنوية لها أثر كبير جدا. هنالك جوانب ربما لا بد من مراعاتها، وهي قضية أنه هل مع وجود الوسائل الحديثة في العلاج نقول أيضا للناس انقطعوا فقط ولا يمكن إيصال العلاج؟ الجواب يمكن إيصال العلاج، والآن لا يوجد بلد أصيب إلا وفيها أطباؤها، وإيصال العلاج المطلوب لهؤلاء الأطباء عن طريق الوسائل الحديثة وسائل التواصل والشابكة، طلب هذا والتعامل معهم من خلال الآن الشاشات، وإيصال هذا الدواء لا يحتاج إلى انتقال الناس من مكان إلى مكان آخر، وبالتالي فقضية عزل البلاد التي وقع فيها هو من أنجح ما يكون. لذلك تجدون أن الصين نجحت في أن تحاصر المرض في عقر خروجه أو الموضع الذي خرج منه، والآن هو من ناحية النسبية نسبة إلى ما سبق في أقل أحواله انتشار الآن، يعني الآن هو في بلاد أخرى انتشاره بالنسبة إليها عشرات أضعاف انتشاره في المكان الذي بدأ فيه الوباء، ما يدل على أن هذا الحصار الذي فرض على ذلك المكان كان سببا مؤثرا في ضبط هذه القضية. لكن كما ذكرنا لكم ليس كما أمر الإسلام، لأن تتكلم أنت عن ولاية كبيرة جدا واضح، وكان الانتشار في إحدى يعني الأقاليم أو إحدى الأماكن، لكن هذا لا يكفي أنك أنت توسع دائرة الحصار، وإنما لابد أن تضيقها بحيث يكون المكان الذي فيه ذلك المرض هو الذي يعني يتم عزله. لابد أيضا من قضية التفريق بين العزل والسجن، يعني هؤلاء ينبغي أن يكون منهم رغبة في أن يعزلوا عن بقية الناس، رغبة في أن لا يؤدوا إلى إهلاك الآخرين والإضرار بهم وغير ذلك. المطلوب الآن من المسلمين، نحن نتكلم على وجه الخصوص، المسلمون ليسوا بمعزل عن العالم، يستطيع المسلم أن يفيد الآخرين يفيدهم، لكن بالنسبة إلى المسلمين ينبغي عليهم أن إذا تأخر العالم وخالف قواعد الصحية السليمة فعلى المسلمين أن يعملوا بتلك القواعد التي جاء بها الإسلام، والآن بدأت العالم يعني يحاول الالتزام بها، وأنتم تعلمون الإسلام في الأحوال العادية يعني الأحوال التي ليس فيها مرض هنالك يعني احتياطات، وهنالك عادات سيئة الإسلام لم يستحبها، يعني التقبيل والمعانقة والأمور هذه التي كثير من الناس يفعلها بسبب شدة المحبة، الإسلام ما دعا إليها. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل يا رسول الله الرجل يلقى أخاه أينحني له؟ قال لا. قال أيقبله ويلتزمه؟ قال لا. قال أيصافحه؟ قال نعم، في مسند أحمد نعم إن شاء، يعني حتى هذا. وقال عليه الصلاة والسلام حتى في البهائم قال لا يورد ممرض على مصح، يعني اللي عنده إبل فيها جرب وفيها كذا وفيه مصح يورد إبله على الماء،
فذاك لا يريده، لا يريد هذا على الموضع الذي يريد ذاك، لأن هذا ينقل المرض. في الإسلام لم ينفي أن المرض ينتقل بالعدوى. نعم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، ولكن المقصود العدوى التي يعني التي كان يعتقدها أهل الشرك، وهي أنهم خلاص هذا مريض إذا أدخلناه سيعديها كاملة، سيمرضها، وهذا يعني أنهم يعتقدون أن المرض ينتقل من ذلك بشكل ذاتي، وهذا غلط. وإنما هو ينتقل، جزاك الله خير، وإنما هو ينتقل بإذن الله، لكن هو سبب، كما أن الطعام والشراب سبب في الشبع والري، ولكن الإنسان قد يأكل ولا يشبع ويشرب ولا يروى، وكما أن الدواء سبب في الشفاء وقد يأخذ الدواء ولا يشفى، والله تعالى يقول وإذا مرضت فهو يشفين. فإذا اعتقدت أن الدواء يشفيك أو أن الطبيب يشفيك فقد وقعت في نوع من الشرك. أما إذا اعتقدت أنه سبب واعتمدت في الشفاء على الله فأنت موحد وأنت متوكل. إذن هذا هو الفرق. إذا فهمنا هذه القضية ليس هناك من تعارض بين النصوص وبين هذه الحال. الأوقاف بعثت من خلال الوزارة بعض التعليمات، ولابد من يعني خلينا نقول يعني إلقاء الضوء على بعضها، منها مثلا الالتزام بالخطبة الموحدة ولا تزيد الخطبة على أو عن 15 دقيقة. والمقصود بالله أعلم أنه تقليل المدد التي يحصل فيها التجمعات بين الناس، ما في مانع من هذا الشيء، يعني يمكن تقصير الخطبة إذا كان هذا، لكن ينبغي أن يكون هذا مبنيا على التوصية من قبل المختصين في ماذا؟ في الناحية الصحية. يعني هؤلاء هم الذين يعني يكون منهم الـ وقد كان منهم هذا. طبعا فتح المساجد وإغلاق أوقات الصلاة وإلغاء كافة الفعاليات والدروس والاجتماعات في المساجد حتى إشعار آخر وعليه. فطبعا لا شك أن الدروس سوف يتم إيقافها، ليس درسنا فقط، وكل الدروس وحتى حلق القرآن وحتى كل شيء، لأن المقصود هو التقليل من الاجتماعات. مع أن عندنا هنا الحمد لله رب العالمين لا يوجد حالات، الحالة الوحيدة التي جاءت أصلا هي وافدة، ومع ذلك حالة مستقرة وربما تم شفاؤها تماما. يعني أظن اليوم كان آخر أيام وجود الحالة في المستشفى وتم خروجه مع شفاء. إذن أنت في بلد ليس في شيء، ما في خوف إن شاء الله تعالى، وهو عبارة عن احتراز فقط. وهذا يعني هذا الذي يطالب به المختصون في الطب، يعني يطلبون أنه خلينا نظل محترزين في من باب يعني حتى لا يقع. منها تكثيف المواعظ التي تتحدث عن النظافة الشخصية والطهارة وعدم التقبيل بين الناس، وهذا يعني جيد. وهذه المواعظ القليلة لا تجمع الناس كثيرا، يعني هي عبارة عن مواعظ سريعة. تأكيد على كبار السن والمرضى وكل من يعاني من رشح أو زكام أو غيره الصلاة في بيته. يعني إذا كان كبير في السن يعرف من نفسه أنه أن مناعته قليلة، وطبعا لابد من ضبط قضية أن الإنسان إذا كان متحقق المرض أو كان يغلب على ظنه المرض أو الضرر بنفسه فإنه لا يلزمه حضور الجماعة، أو أنه يخاف على نفسه الضرر، أو أنه يخاف من نفسه على غيره الإضرار، فهذا كذلك. بهذا الشكل أرجو أن يكون الأمر مفهوما، يعني ما يتعلق بالأمور الصحية وغير ذلك الأصل أن يكون كل واحد منا منارة تنبيه وتحذير باعتبارين. الاعتبار الأول الوقاية والتحذير والتحرز من النفس على الغير أو من الغير على النفس. اللي بيشوف بنفسه شيء نبهه، يعني بيشوف بنفسك شيء اتق الله ولا تذهب إلى تجمعات المسلمين. والذي يخاف من موضع أيضا لا يذهب إليه، هذا جانب. جانب آخر منع الإرباك والكلام الزيادة والتشكيك دائما، نظرية المؤامرة، إنسان يكون أسيرا حبيسا لنظرية المؤامرة. ما خبرونا، قالوا لنا، أفشوا ما أفشوا، أخبوا عنا معلومات ما أخبوا عنا معلومات. هذا الكلام لا يستفيد منه المسلمون إلا القلق والضرر والمصائب. حتى لو لم تعرف أنت ما الذي يضرك، واضح؟ هذا لو وجد. لذلك ينبغي على المسلم أن يكون هو مصدر الاستقرار. أنت مسلم وعندك عقيدة تدعوك،
خل الآخرين الذين لهم مصالح سياسية، مصالح حزبية، مصالح دعائية، مصالح الله أعلم إيش هي، انتماءات، خليهم يتصرفوا هم، أنت لا تكن مثلهم ولا تتأثر بما يقول هؤلاء، بل عليك أن تؤثر أنت بالآخرين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.